على التليفون سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أهلا أهلا بمعالي المستشار. اهلا اهلا بحضرتك، ازيك؟ ازاي الصحه يا فندم؟ كله تمام؟ ازيك سياده النائب؟ والله ازي حضرتك. طبعا الامانه الفنيه اي الترس المحرك لكل هذا الحوار، ويمكن التحضيرات اللي استمرت تقريبا سنه واربع ايام تقريبا، شيء من هذا القبيل. بعد هذا الجهد يا سياده المستشار، وبعد ما او نقدر نقول باعتبار سياده المستشار رئيس امانه فنيه وموجود داخل هذا المطبخ السياسي للحوار الوطني، احنا كنا بنتكلم في انه الكل يريد انجاح هذا الحوار. تعتقد انه الكل مستعد لابداء مرونات وعدم التشدد اكثر مما يجب ولو في بعض الاحيان؟ اهلا بحضرتك وبجمهور. السنه اللي احنا شفناها دي أنتجت هذا المشهد الحضاري في الجلسة الافتتاحية. صح. الجلسة الافتتاحية علشان تظهر بهذا الشكل وهذا التنوع دون مقاطعات، يمين يسار وسط، مجتمع مدني، نقابات مهنية، شخصيات عامة، خبراء متخصصين، وعلى رأس هذه القائمة كلها في قامة السيد الرئيس كلمة يعني مسجلة. لا يعني كده عرفنا ايه اللي اتعمل فيها، لان كمان روح الفريق اللي نشأت ما بين اعضاء مجلس الامناء واضحة تماما. الكل دلوقتي بيعتبر الحوار حواره، المقررين وادارة الحوار ال 44 ايضا حريصين من مختلف الاتجاهات السياسية على ان هم ينجحوا الحوار. في النص بنشوف يعني تفاهمات كتير، ويعني انا بعذرك في موقف وانت بتعذرني في موقف. صحيح. لا طبعا هناك رغبة صادقة وعمل جاد على الأرض لإنجاح الحوار الوطني، وإن شاء الله يعني جلسات ابتداء من يوم الحد القادم يعني بإذن الله يعني نأمل والتوفيق من عند ربنا أنها لن تقل نجاحا عن الجلسة الافتتاحية. طيب معالي المستشار، يمكن لما انا شخصيا كانت ملاحظتي يوم الجلسه الافتتاحيه انه الحضور مبهر، مش بس من حيث العدد ولكن من حيث الالوان السياسيه من اقصى اطراف المعارضه موجودين داخل الحوار، لدرجه ان انا فكرت مع بعض الاصدقاء والرفاق القدام انه لا مش ممكن، حتى فلان حتى علان حتى كذا موجودين. السؤال يا معالي المستشار، يعني وليه حرصنا كل هذا الحرص على تجميع كل ألوان الطيف السياسي المصري مهما كان حجم معارضته؟ دي مجموعة 30/6، ده الشعب المصري، دي لحمة 30/6 بتعود مرة أخرى، دي تلبية دعوة السيد الرئيس الذي تكلم عن حوار وطني شامل وجامع. احنا لما بنتكلم هذا ليس حوارا فئويا، هو حوار وطني. حوار وطني يعني يجمع يمين السلطة ويسار السلطة، يجمع التنظيمات النقابية، الشخصيات العامة، القيادات المحلية، الشباب، المرأة، كل الناس. يعني عندما يطلق السيد الرئيس دعوة بهذا الشمول وهذا العموم، فأتصور أن النتيجة المنطقية والطبيعية أن احنا نشوف هذا المنظر. طيب انطلاقا من شغلانتي يعني او مهنتي، دايما اتعلمنا انه لما بنروح مثلا نشتغل في مكان ما، جورنال ما، قناة ما، بنسأل السقف بتاعنا فين. فهنا اسمح لي اسأل معالي المستشار محمود فوزي، سقف الحوار فين يا فندم؟ سقفنا احترام الدستور، سقفنا احترام مؤسسات الدولة، سقفنا احترام الأمن القومي المصري، سقفنا السياسة الخارجية المصرية. ما عدا ذلك فالمتحاورون مدعوون للنقاش بمفتاح وتقبل للرأي والرأي الآخر، طالما احنا راعينا هذه الأسقف التي لا أتصور أنه يختلف عليها أحد. حلو. وفي ظل هذا الإطار أو في هذه الأسقف أو هذه المظلة العامة اللي زي ما حضرتك بتقول فعلا لا يختلف عليها أحد، هل هناك أي سقف متعلق باختلافات الرؤى السياسية أو الاقتصادية إلى آخره؟ نهائي، وده مرتبط بقاعدة من القواعد اللي هيسير عليها الحوار. الحوار لن يحسم المسائل بالتصويت، إنما سيحسم المسائل بالتوافق.
إن استطعنا بناء التوافق الكامل فدي يعني درجة الكمال، والكمال لله وحده. إذا استطعنا إن احنا نحسم بعض المسائل بتوافق جزئي خير وبركة. إذا احنا ما توافقناش في بعض المسائل أدينا قعدنا مع بعض وسمعنا بعض وفهمنا بعض وزاد وعينا وزاد إدراكنا لمشاكلنا. في قضايا هيبقى عليها توافق مؤكد كلي، وفي قضايا هيبقى عليها توافق جزئي، وفي قضايا ممكن ما يبقاش عليها توافق، وده برضو لا يعيب، لكن هنكون كسبنا قيمة الحوار وقيمة التفاهم وقيمة تبادل الرأي. مدى أهمية وما بين قوسين ثقيلين احتياج مصر لمثل هذا الحوار إيه مع المستشار؟ والله الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية كانت دعوة خالصة للمستقبل، لكن السيد الرئيس أشار إلى هذه النقطة في كلمة سيادته في الجلسات الافتتاحية عندما ذكر أن التحديات التي يعني تتعرض لها مصر وتتعرض لها المنطقة تحتم وتؤكد على ضرورة الحوار. هي دي يعني الحقيقة يعني صحيح. كلمات كانت مركزة جدا وعبرت عن المعنى المقصود. صحيح. الحوار عندما انطلق لم يكن، أنا أستطيع أن أنا أجزم أن أنا أقول لحضرتك أن شكل العالم كان مختلف، مش شكل البلد، كان شكل العالم مختلف. صحيح. الأزمة الاقتصادية العالمية لم تكن تلوح بهذا الشكل، كثير من المتغيرات حصلت بعد الدعوة للحوار الوطني، لكن عندما يعني توالت الأحداث والمستجدات الدولية والإقليمية، يعني إذا كنا محتاجين الحوار الوطني إيراد فإحنا محتاجينه دلوقتي 24 إيراد. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا معالي المستشار، ومش عاوز أثقل ولا أطيل على حضرتك أكتر من كده. شكرا لمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.